كاميرا، وبصراحة انتصار مع الإقناع، برشا فوليوم دو جو اليوم وبرشا فرص، والكرة دارت من جانب الإفريقي. الحمد لله، معناتها لقينا كورتنا بالونترينور اللي جاي جديد، عطانا معناتها لي شانس نتاعنا. تشوف معناتها ميليو صغير عاونا برشا اصحابنا، جينا بالكدا عملنا فوليوم دي جو باهي اللي تعبنا ليكيب ادفيرس من بريمي ميتون، ما دخلتش الكره من الاول. هاك تشوف معناتها على غلطه صغيره كلينا البونتو الاول وضيعنا برشا بونتوات بريمي ميتون. زي ميتون الحمد لله مشات معنا ريسيت وماركينا اربعه، كنا نجم نماكيو حتى اكثر. الهدف ذي مجرى اللعب والورقه الحمراء يظهر لي فردت برشا من لاعبين الافريقي. كي تشوف انت حتى قبل الكرتون روج عادينا ماتش، عادينا بيتون كبير كبير برشا، وقت تشوف معناتها ريسيت ما مشيتش برك، ضيعنا برشا كور، وحتى في بيتون معناتها الاربيتر قلقنا شويه. معناها بالنسبه لك انت على الصعيد الشخصي، بتيت بتي بديت تلقى في روحك من جديد فيلم ما كنتش تلعب وتو خذيت شويه وقت نتاع لعب؟ الحمد لله، معناتها عملت ميني بريباراسيون مع الكوتش جديد، شافني معناتها خدمت بالكدا في الاستاج هذايا، عطاني فرصتي، وان شاء الله معناتها باش نشوفوا مهدي خير من هكا، وان شاء الله خير من خير لخير ان شاء الله. وتو كان مزيان، اما الكره يظل خرجت ولا لا؟ لا ما خرجتش، وعاود سلت البيتر قال لي ما خرجتش، وعاود سلت من بعد في الميتون قال لي راه سامحني راه ما خرجتش. يعني نحيني لك بونتو صحيح؟ نحاول بونتو صحيح، هي ما ينساش عندي انا حاسب.